هذا مركي جعلك لسمي لشيرو طبع قصلا والله يا رب حق قصلي جعلك وانا رشي ووح إلهي هدية ونسيه ووح سكوكا يهرا ووح سكوكا يهايا وادرين معين بضم قف كون معيناي نروش كون معيني سو هو يكج على سيني سو الما هذا أجعل على سين نرد أجعل جعلك وحيا رب الله وقرا كلية إذا كجعلك قرد الله قفها ما أمرنا سوى لك فانت أدوك أنت لقونا لي أنا جعل مجرى جعلت هذا سجل لهاي أنت المجوم لهاي أنا أقول لفتي ولوا سيايا جعلك مركا سياسة وغاني سان يا رب ضم باك عاد أدوك ضم باك عائلة نورك يقرأ حتى ويستعليه يسكور يا يا جيدو حتى ويستعليه كورنتا موجودة ويستعليه بلاش يا ماينس وي هذا أنا لو الله يسكور النور ملح هدي بلاش يا بلاش اللي يسكور وغر حيس عرض ماينس يا ماينس اللي يسكور وغر حيس سهركين عبد حرس أو أه قدوميها أورك هوين كأس سي قاتمو أيام قال هذا مقدشة كسو بندكتي بو جذا دردارن أي كقرتي قصة جعيل إردبت آه مناسبة بندق بوغان دردارن أو لغو قبتي حرونتا أكاديميد قبلات كأفك سوماليغا إي أغا أيا وحا كسو قيب غالي قرايال كلا أو عان آه سياسيين هوين أو ديال دلن يرا إي فنانين ugu horeen qoraa saharakiin Cabdi Xirsi gudoomiyaha haweenka SSC Khatumo horeena wasiir ku xigeenka haweenka Puntland u soo ahayd ayaa inoo sharaxaysa qisada jacayl ee buugani uu xambaarsan yahay ee ku dhalisay in ay wax ka qorto ani buugan jacaylka aan qoray runtii waxa uu ka hadlayaa wiil ee gabadh is jacayl jacaylkooda ee nolosha waxyaalo badan baa nolosha caqabado badan baa nolosha jira waxyaalo badan baa soo weeraraya ee nolosha كلية ما أهون وحقر بدن عيال بدن وفور اللي كنت تعب and قف قبل دقن بان صمار ولا نهاي أوهنتي أي دتك أنك قدوم النهاي نيك صمار يقول حج علي عيال بدن هواي ده صمار الحج عش عيال بدن عيالك إله سبحانه وتعالى ليبا وصح وحلت على ذن ويت نهاي بلادك إنا جعلانه إنا عرب بدن حلو مسلمين تي وناك سنتهاي أنا جينا وناك سنتهاي لكن قف قبل آدم كاه نورش يسمع قناع سيا أما عرب هذا الأمر يصدقني إن ما رأس لسارو إن الدرقيو إن الحميو إن العايو إن وحو أهين لو شيرو بوغي هلقي بويان بوغي وحاكو جروح يالا هلقي بح وإن نرش يسل هلقي مايا لكن نرش جعل إلهي جعل والدي سجعل عرورتي سجعل هويدي سجعل لكن دخلكي وحيالا بن أديلاي عقبال قريحي مارك بوغي وهلقي قار كمي ذا مرتدي لغو عسومي بنيق بوغا دردارن أو أي كمي ديهين سلطان هولي عبد الله سلام الله هي سياسي تمجلع هيا دين عودة كهالي وحيابها اي كلا دح بحين بوغان مرأيين دها مريان يه مهمة دا اي لاذا هاي ين جعيلك وحلقا قروه يهو دين عكلا بوغادي يهي قراء سهركين روتي شرفية كلامو ملقى يا ماموس اي ايتا اينا كسوق يبقلو حفرد الده فرقا بوغان دلداري سو مالد وحالي ينوي وحو عنا واجتانا wuxuu sheegana dadana weeye ee adduunka inta lagu nool yahay jacayl ku jira ee jacaylka haddii sajirnahay inta la joogi lahay anigu laftayga wali waa siyaaya jacaylka marka sidaas aanu ogaanaysan waayo wadaadeedu waa jeclahay imeedu waa jeclahay xirsigu waa jeclahay walaalay waa jeclahay anigana waa isku kalsoona waa jeclahay xafladu waa jeclahay jacayl marka lama soo koobi karo haddana waa in muhiim in jacaylka wax laga qoraa ee la ogaadaa macadka ee qoraaga gabadha ee Zahro waxay ka soo jeedaa buuhoodna ee dadka buuhoodna ka soo jeedana runtii waa dadku adsaysan qorista buugaagta ama aamadee SSC Khatumo runtii aad baa u taageersanaa dadka ka soo jeeda waa dad aftahama waa dad gabya ah buu waa gabdha buraanbura marka inay wax qorto كنتي أسأل يا فرع يا أولى لهاي أدي يا أدبان وما عندنا يا قراقة بقى أدي يا أدبان وفرح سناهاي إما أنت يدو لها يقع كبتين قرحيو لمشو نعاي قبيل استيهاي إن المنطق سقوه إما أنه شعاي كنت
jacaylku waa jira waana lagu heesay waana lagu sheekeeyey laakiin qoraaga iyo qoraalkiisa oo maanta aan hayno ayaa baal dahab ah gelaya waana jeclaan lahaa in qof walbaaba uu marka uu seexanayo sariirtiisa ama dultago ama saacadaha uu firaaqada yahay uu bul fiiriyo anugu magaalo gaalka ayay leeyahdaa ku dhashay oo jacaylka dumarkii ragga waa la qariyaa halkaa iyo galbeedkana waa laga qariyaa laakiin dee waxay ku xiran yihin waxa la jeclaanayo dumarkii ragga haddaad ula jeeday iskaasaa ula jeedee aada uma sharxi karayo laakiin waxyaalo badan baa jecel adduunka dhan baa jecayla dhulka iyo qoraxdu xataa way isjecelyihin isku wareegaan ya geeduhu xataa way isjecelyihin korontada ma ujeedaan waa isjecelyihin balaas iyo minus weeye haddaan labadooda laysku xiro nuur ma leh haddii balaas iyo balaas laysku xiro waa qarxaysaa carrada minus iyo minus haddii laysku xiro waa qarxaysaa marka waa xikmo rabbaaniya abuur ilaahay weeye waxaan isjecelayn ma jiraan buuggan oo dhowaan caasimadda soo gaaray ayay qoraagu u qaybin doontaa qaar ka mid a maktabadaha caasimadda si dadka la nool qisooyinka jacayl ee dhabta ah ay uga soo iibsadaan qaarkoodna jacaylka haya haddiiba uu gaarsiiyey heer shiidnimo ah loo fiirin doono buugga naxariista oo dardaaran jacayl aan lagu xujayn doonin maxamed soo faysane shabeelle t v muqdisho shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah